على واقع أنغام الفنانة ليلى بورسالي والرقصات العاصمية، انطلقت بالمسرح الوطني محي الدين بشترزي فعاليات الأيام المسرحية للقصبة. هي تظاهرة دارت في الفترة الممتدة في دورتها الأولى في الفترة الممتدة من 22 مارس إلى غاية 31 مارس من نفس الشهر. البرنامج متنوع، فيه عروض مسرحية في القاعة الكبرى للمسرح من إنتاجات المسرح الوطني الجزائري، كما شارك المسارح الجهوية، معظم المسارح الجهوية، كما كانت هناك تلك مشاركة لبعض الفرق التعاونيات والجمعيات. قلبي سعيد زاهي بها، البهجة الغالية نحبها ونموت عليها. الطبعة الأولى للتظاهرة ستتميز بعرض مسرحية علي بتشين تزامناً مع تدشين مجسم تمثاله على مستوى حصن قصر الرياس. يتم برمجة عرض علي بتشين بمناسبة تدشين مجسم علي بتشين بمستوى باستيون 23 رياس البحر، متحف رياس البحر، يوم 31 مارس. بعد انقطاع دام أكثر من سنتين بسبب جائحة كورونا، عادت مقاعد المسرح لاستقبال عشاق الفن الرابع. هذه المرة ستضرب لهم موعداً بثمان عروض مسرحية على مدار أسبوع كامل.